صحيت لقيت نفسي جوه مستشفى، جسمي كله مربوط، بعمل كل حاجة في السرير. حاجة نصيب كده من عند ربنا ان انا حصل لي حادثة تأثر على ظهري وعلى رجلي، تخليني ابقى مستخدم كرسي متحرك، ودخلني في غيبوبة كبيرة جدا يجي 45 يوم. كنت مرتبط قبل الحادثة، بنت كانت محترمة جدا وكويسة جدا، فاما اتصبت هي قعدت معايا فترة كويسة بعد الحادثة. انا عايز اطلع تاني، مش عايز اخرج. في ايه يا حازم؟ هو ده بس اللي احنا قلناه؟ مش اتفقنا ان انت قد اي حاجه في الدنيا؟ انا بصراحه مش قادر اشوف نظره الناس ليا وانا كده. كده ازاي؟ ما انت زي القمر وزي الفل اهو. ده انت عشان بتحبيني بس. بقول لك ايه، سيبك من كل ده ويلا ناخد ستوري. ستوري ايه؟ يلا يا حازم، الناس عايزه تطمن عليك. وكانت توعدني كل يوم انها عمرها ما هتسيبني، يعني ما فيش حاجه اتغيرت من ناحيتها ليا بسبب الاصابه او المضاعفات القويه اللي حصلت لي. قالت لي انا عايزاك على اي وضع واي حال، فدي كانت مدياني قوه. يعني دنيا انت عارفه بحبك قد ايه صح؟ بس انت ذنبك ايه تعيشي مع حد هيعيش حياته كلها على كرسي متحرك؟ انت مستوعبه؟ بعد ما كنت مسؤولة مني هتبقى دلوقتي مسؤولة عني. ما تسيبيني يا دنيا. خيرتها، قلت لها انت تقدري انك تمشي، تقدري انك تسيبيني وتقدري تشوفي حياتك، انا مش هبقى زعلان. فهي رفضت. فما هي رفضت ان هي تسيبني ولا انا هكمل معاك ولا هنتجوز ولا هنعمل الكلام ده كله. فاما رفضت فرحت بصراحة. ايه اللي انت بتقوله بس ده يا حازم؟ سيبك من كل ده وبعدين يعني انت عايز الناس تقول عليا واطيه ان انا سبتك بعد ما بقيت عاجز؟ عاجز؟ سوري يا حازم، التعبير خاني بس ما اقصدش، انا اسفه. ولا يهمك. مين بيتصل؟ دي واحده صاحبتي عندها فرح فعايزه تنزل تشتري فستان، ومفروض يعني عايزاني معاها عشان انقلها الفستان وكده. خلاص رد عليها وقول لها ان انت هتروحي معاها، انا كده كده عايز اطلع اصلا. لا يا حبيبي عادي، انا معاك، مفيش مشكله، عادي. لا لا لا، تعالي بس طلعيني وبيكلميني طمنيني عليكي. اوكي انا هبقى اكلمها وانا في الطريق، يعني وانا في الطريق هكلمها. ماشي. فجاه اختفت بدون اي اسباب، مش عارف ليه، مش عارف ليه ده حصل. جت في مره بقى بتكلم في التليفون، بتصل بيها مفيش رد برضو. فمره على مره لقيت واحد بيرد عليا، فانا برد عادي، ما واحد ما اهلها عارفين يعني، انا احنا خلاص احنا داخلين على الخطوبه. فانا انت مين؟ انا خطيبها. وبقول لك ايه، ما تنساش على رقم تاني عشان مش هيحصل كويس. تمام. طب دنيا فين؟ هنا بقى ابتدت حياتي تتغير، ان انا احب ان انا اتعالج، ان احب ان انا ابقى احسن، ما افضلش ان انا قاعد في البيت، ما بقتش احط الناس في دماغي ونظره الناس في دماغي، مع ان دي كانت تفكير غلط مني، ان ما حدش يعني هيشمت. يعني انا كنت بفكر ان اصلا حد يعني فده شماته، لا ده خالص، ده كل الناس حابينك، الناس عايزينك تبقى احسن، الناس عايزه تساعدك. فخلاص شلت التفكير الغلط ده من دماغي، بقيت ان انا اشوف الناس عادي واسلم عليهم وادخل العلاج وارجع من العلاج. بعد الاصابه نشيط وبتحرك والكلام ده، حبوني وشافوني ممكن اكون مش قدوه او كده، لكن لو حد حصل له نفس الاصابه فهم مثلا ممكن، طب بص هيثم عمل ايه؟ اعمل زيه.
عشان تتعالج عشان تعمل الكلام ده كله. من بقى من برضو من العلاج كنت بقعد اسال الدكاتره انا ممكن اتعالج اسرع ازاي، قالوا لي بقى انت ممكن تعمل علاج اسمه علاج مائي. من هنا بقى ابتدت تغير حياتي مليون درجه. فانا كنت مستغرب ان انا انزل حمام السباحه ازاي وانا رجلي مش بتحرك، يعني هغرق هقع في الميه. فكنت مستغرب الكلام ده كله. فروحت المستشفى لقيت في حالات كتير نفس حالتي وحالات متغيره، يعني مثلا في زي شلل رباعي. حبيت الميه، حسيت ان انا سليم جوه الميه. اخرج من الميه الاصابه زي ما هي، لكن انزل الميه انا سليم. انت لو واحد نزل سليم معاك مفيش اي حاجه في نفس حمام السباحه وانت عندك اصابه مش عارف ان انت عندك حاجه، انت سليم، انت بتعوم، انت بتعمل كل الكلام ده كله. فحبيت الميه جدا، لقيت نفسي بقى فيها ان انا اقدر اعمل حاجات كتير انا مش بعملها وانا فوق وانا على الارض العاديه. بقيت بعرف اعوم، طبعا مش جامد بس بقيت بعرف اعوم. بقيت انزل ما اغرقش، مش خايف من الميه، ما بمسكش في السور. كنت الاول ماسك في السور مش سايبه، حتى اللي يجي يشدني دي لا سيبوني. لا دلوقتي لا بنزل حمام السباحه حتى لو في محيط تحتيه مش هاممني ده. بقيت بعرف اعوم مش قوي بس بقيت بعرف اعوم، فبقاش في خوف عليا ان انا انزل الميه يعني. وبعدين نزلت الميه جبت البطوله الثانيه على طول وانا اتعلمت كويس، كانت بطوله في استاد القاهره جبت فيها ثلاث جمهوريه، اول ميداليه في حياتي علقها. ده احنا بقى الموضوع كده تطور بعد ربنا فضله كبير جدا 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 عليا في اللي انا حققته دلوقتي. كابتن بهاء يوسف قال لي في لعبه اسمها ترايسلون. ايه يا عم اللعبه دي؟ مش فاهمها. قال لي دي حاجه ثلاثي بالعربي ثلاثي. طب ايه؟ قال لي سباحه وجري وعجل بس اوبن ووتر، البحر مفتوح مش حمام سباحه. ابتديت بقى بطولات كتير جدا 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 يعني دلوقتي بدون الدخول في تفاصيل البطولات كلها، جمهوريه الافريقيه الدوليه البطولات خاصه بتبقى دوليه بس خاصه بقى مش تبع الاتحادات يعني، محقق 31 ميداليه. في اكبر بطوله دخلتها كانت بطوله افريقيا للترايسلون المؤهله لاولمبياد طوكيو، كانت في شرم الشيخ، كانت 750 متر في البحر و20 كيلو جري بالعجل و5 كيلو بالكرسي المتحرك، والحمد لله دي حققت فيها تاني افريقيا. وانا في رابعه ابتدائي المفروض كان في درس كده اسمه عن كابتن ابو هيف ان هو عدى اول مصري يعدي المنش وكده، فمعنى انك انت تدرس حاجه عن حد مصري فدي حاجه عظيمه يعني. فجت في بالي بقى اول ما اتعلمت السباحه اني انا نفسي اوصل للهدف ده. طب اوصل للهدف ده ازاي؟ قعدت بقى اعمل سيرش واظبط واسال صحابي لحد ما وصلت ان في كابتن اسمه خالد شلبي هو اللي ماسك وكاله بحر المنش في مصر وفي الشرق الاوسط. قعدت ابحث برضه لحد ما تواصلت معاه، قلت له يا كابتن انا محقق كذا وكذا 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 ومنيت حياتي اعمل الموضوع ده. قال لي بس هي مش كده، يعني ما ينفعش انك انت خلاص انت بتعرف تعوم وروح يلا عد المنش. قلت له طب انا اعمل ايه؟ قال لي في اختبارات، لازم اختبار كبير وزائد ان انت اول واحد على كرسي متحرك يطلب حاجه زي كده في تاريخ مصر. قلت له طب انا اعمل ايه؟ قال لي الاختبارات الاول. طب يا كابتن؟ قال لا طب شويه لازم عشان لازم نبقى في دراسه الموضوع ان في حد على كرسي متحرك يعمل الكلام ده، ودي ده 40 كيلو، انت هتعوم 40 كيلو ممكن توصل بتعوم اكتر من 24 ساعه. طب ده ازاي ده؟ مش هينفع كرسي متحرك. قلت له طب والنبي، قعدت بقى اتحايل عليه والنبي طب اديني الفرصه دي يا كابتن، طب شوفني لو ما نجحتش في الاختبار خلاص. نزلت الميه كانت درجه الحراره اقل من امبارح، بس انا نازل والله ربنا اكنه حط في جسمي دفايات وفي الميه دفايات، وعملت البحر وعملت الميه بدون تعب بدون ما اعمل اي حاجه وخلاص بقى جت النتيجه. الكابتن قال لي خش. طب انا عملت ايه يا كابتن؟ طب انا سقطت ولا نجحت؟ قال لي ادخل بس البيت الشاليه اللي انا كنت قاعد فيه. دخلت قاعد بقى بطني مكركبه، نتيجه بقى امتحان، لقيته جاي لي بالشهاده، انت نجحت يا ابني في الاختبار وهتسافر معانا البطوله الجايه ريلي تتابع، كانت بين اسوياء وذوي اعاقه في البحر المانش من انجلترا لفرنسا السنه الجايه.